حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان. نرحب بك في نشرة الثالثة. بداية، ما هي قراءتك لمرسوم العفو الملكي من منظور حقوق الإنسان على المستوى الدولي؟ مساء الخير. طبعا على المستوى الدولي نحن دائما ننظر إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وما يتبعها من إجراءات وامتثال الدول لها. ما يميز أو ما يعني هذا المرسوم الملكي السامي، نعم، بالعفو عن أكثر من 1500 محكوم، أنه يتعاطى مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بشفافية تامة وبمنتهى الالتزام. المنظومة الدولية دائما حريصة على أن يتمتع الإنسان في جميع ظروفه وفي جميع حالاته بالحد الأقصى من الحقوق. عندما يعني تكون الأحكام مانعة أو سالبة للحرية، فإن كثير من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان يستحيل أن يتمتع بها. لذلك هذا العفو من منظور دولي يأتي استجابة للكثير من الحقوق وكثير من الارتقاء في اتباع وفي منهجية حقوق الإنسان. هؤلاء المشمولين بالعفو سوف يتمتعون بكامل حقوقهم، سوف يحظون بفرص حقيقية لإعادة الاندماج والانخراط في المجتمع بشكل إيجابي، وأن يمارسوا حقوقهم كاملة بما أقرته لهم الشرعية الدولية. على المستوى الدولي هذا المرسوم يعني لنا كثير، يعني أن البحرين ملتزمة وسائرة على النهج الذي يعني ارتضته وانتهجته منذ 25 سنة، وهي سائرة عليه تحقق الإنجازات وتحقق الريادة في مجال حقوق الإنسان، وهي مستمرة عليه. الاستعراض الدوري الشامل قدمته البحرين وكان استعراض ناجح، وهذا يأتي في إطار، يعني ما المرسوم هذا ألا يأتي في إطار الإنجازات المستمرة في مجال حقوق الإنسان. نعم إذن نتحدث، أنتم كمنظمات دولية غير حكومية كيف ترون مرسوم العفو الملكي وطبعا ما تبعه من توجيهات حكومية بشأن إعادة إدماجهم وتدريبهم وإتاحة الفرصة لهم من جديد؟ طبعا المرسوم نص على ان المشمولين بالعفو يتمتعون بكامل حقوقهم وتم اعفائهم من الاحكام ومن الاحكام السالبه للحريه، وبذلك هم مكنهم من جميع حقوقهم. نحن كمنظمات دوليه غير حكوميه هذا الارتقاء في ممارسه الحقوق اكيد يعنينا، وليس بقريب من جلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملكة البحرين المعظم أن يأتي بمثل هذه المباراة. هو دائما عودنا أن تكون قراراته قوية وشجاعة في تبني منظومة حقوق الإنسان. ابتدأ ذلك من المشروع الإصلاحي، من ميثاق العمل الوطني، من تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة، وانتهاء بهذا القرار الشجاع. ما صاحبه من توجيهات حكومية هي يعني نقدرها بشكل كبير جدا، وهي تتكامل مع سمو هذا المرسوم. عندما يعني يفرج عن هؤلاء المشمولين بالعفو وتتاح لهم الفرص كامل للانخراط والتدريب والتوظيف، فإن هذا يعني كل هذه الحقوق وأكثر من ذلك، يعني حسب التوجيهات، وأن يشملوا بالمعونات وكذا. إذا الحكومة حرصت على أن توفر بيئة ضامنة وبيئة حقيقية، نعم، لضمان انخراط هؤلاء المشمولين بالعفو بشكل إيجابي في المجتمع، وأن يتمتعوا بكامل حرياتهم في إطار دولة المؤسسات والقانون. نعم، سؤالي الأخير يعني حول ما يميز هذا البيان الدولي عن غيره من البيانات. ما يميز هذا البيان أنه بيان دولي، يعني أصدرت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان في الإطار الدولي، أكثر من 13 منظمة عضو في الأمم المتحدة لديها الصفة الاستشارية، أكثر من 6 منظمات لديها الاعتماد في الاتحاد الأوروبي. نحن نتكلم عن صفوة مجموعات دولية ارتأت، وبعد مناقشات عديدة لهذا البيان وأكثر من 3 اجتماعات عقدناها حتى استقر الرأي على أن فعلا هذا البيان وهذه الممارسة من مملكة البحرين تستحق الإشادة الدولية. البيان سوف ينقل الى المفوضيه الساميه، الى مجلس حقوق الانسان، الى الهيئات والاليات الدوليه بشكل كامل، وسوف يسهم بشكل كبير في الارتقاء. نحن غدا البحرين ستستعرض تقريرها الوطني امام لجنه حقوق الانسان. هذه الاشاده وهذا الموقف الدولي ياتي متكاملا مع كل الانجازات
الحقوقية التي تقدمها مملكة البحرين. نعم، إذا سعادة المستوى الإقليمي والدولي. نعم، سعادة المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.